نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام العربي، أهلا وسهلا بك في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث. بداية، بعد لقاء وزيري الخارجية المصري واليوناني، ما هي الخطوات المتوقعة من كلتا البلدين؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. طبعا كان هذا اللقاء سبق بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية واستدعاء يوناني لسفير حكومة الوفاق في أثينا. بعد هذا اللقاء تحديدا سيتم التصعيد، خاصة وأن أردوغان صرح أنه ماضي قدما في تمرير هذا الاتفاق عبر البرلمان التركي، ولكن مصر واليونان أعربت أن هذا لا أثر قانوني له في قانون حتى الدولي البحري، وهو هذا الاتفاق تقاطع للاتفاق أو ترسيم الحدود البحري ما بين مصر واليونان وقبرص، وهي بلطجة تركية في البحر المتوسط لإعادة أو فرض نفوذها في منطقة قبرص التي تسميها قبرص التركية، والمحاولة السيطرة على ثروات هذه البحار في حقوق مش حقوقها. وتناست أن هناك جزيرة كريت اليونانية هي فاصل قوي جدا بحري ما بين اليونان وما بين تركيا وما بين ليبيا. بالطبع كمان لازم يكون هناك اجراءات ان حكومه الوفاق، خاصه انها لم حتى هذه اللحظه لم يكون لديها شرعيه داخليه من مجلس النواب الليبي، هي ايضا باتفاقات دولية. وإذا كان حتى اتفاق الصغيرات يتيح للمجلس الرئاسي هذا الحق، فالمجلس الرئاسي الآن منقسم على نفسه، فهو 8 ورئيس وتناسوا أن لابد بالإجماع. وهناك أربع طيب سيد أحمد عامر، إذا كنت تسمعني. أنا للأسف الصوت ضعيف جدا. نعم. سامع حضرتك. طيب سيد عامر، الآن بعد موقف الخارجية اليونانية الآن قالت بشكل واضح وصريح وأصدرت بيان وقالت فيه أن أردوغان هو أو الحاكم التركي مثل ما وصفته على حد تعبيرها في البيان، قالت هو أكبر منتهك للقانون الدولي بالمنطقة. برأيك تصاعد هذه اللهجة الآن وحدتها، هذه اللهجة اليونانية، هل سيقضي إلى تصعيد أكبر؟ ماذا تتوقع الآن؟ اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي وستصاعد الأمور ضد تركيا بشكل واضح جدا وبشكل كبير. الاتفاقية المشتركة المصرية اليونانية القبرصية ستعطي الثلاث دول الحق في مهاجمة هذا الاتفاق دوليا، ولكن أيضا دعنا أن نتحدث على ما هو دور جامعة الدول العربية خلال الفترة القادمة. هذه اللحظة الجامعة الدول العربية تعتمد ممثل حكومة الوفاق ممثل شرعي لديها داخل الجامعة العربية، ولا بد من أخذ موقف عربي برئاسة مصرية أو بتقدم مصر دلوقتي لعدم التعامل مع هذه الحكومة والرجوع للتعامل مرة أخرى مع الحكومة التي لديها شرعية برلمانية وهي الحكومة المؤقتة. طيب الآن اليونان طلبت مساعدة من حلف شمال الأطلسي بخصوص هذه الأزمة بحسب صحف دولية لأن نشر هذا الخبر. برأيك ما هو موقف حلف الأطلسي من ما يحدث الآن على الساحة وفي البحر الأبيض المتوسط؟ يا سيدي، أردوغان الآن يحاول أن يجد لنفسه شكل قانوني حتى لو هو من ناحية قانونية غير حقيقي، لأن يضع يده على بعض حقول الغاز في البحر المتوسط ويجعل القضية قضية تحكيم دولي أو قضية مباحثات طويلة الأجل خلال أشهر أو سنوات قادمة، مما يتيح له أن يتعامل بسياسة الأمر الواقع. ولكن تصعيد اليوناني ومحاولة الاحتماء بالاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ده سيقلل من أهمية هذا الاتفاق أو ما يمكن أن يستفيد منه أردوغان بشكل قوي خلال الأيام القادمة. طيب هنالك دول أيضا متضررة في البحر المتوسط، برأيك ما هي الجهود التي ستبذلها جمهورية مصر العربية مع دول أخرى في هذا الملف ومنها قبرص أيضا؟ زي ما بقول لحضرتك، هناك تقسيم بحري تم بالفعل واتفاق تم اعتماده دوليا ما بين مصر واليونان وقبرص، وهذا الاتفاق المزعم بين حكومة الوفاق وما بين أردوغان هو اتفاق على خريطة البحر المتوسط، هو قاطع لهذا الاتفاق المبرم، فهو تدخل في سيادة الثلاث دول. فإذا مصر عليها أن تحمي
مياهها الإقليمية، وهذا الاتفاق داخل البحر المتوسط، ولكن على الأخص هو مساندة اليونان، الذي الاتفاق الجديد يمكن أن يكون، مش يمكن، هو بالتأكيد يقتطع حصة كبيرة جدا من اليونان وقبرص على وجه التحديد. فهناك خلال الأيام القادمة تصعيد دبلوماسي كبير جدا، وهناك حتى مناوشات سياسية ظهرت ما بين ماكرون وما بين أردوغان بالجانب حتى الفرنسي. هناك شركات دولية لها مصالح زي الشركات الإيطالية إني في التنظيم في هذه المناطق. سنرى خلال الأيام القادمة تدخلات دبلوماسية شديدة اللهجة من كثير من الدول. طيب لو ذهبنا إلى بعد من ذلك، هل تعتقد أن أي مواجهات بين تركيا ومصر أو اليونان